اذا كسرتوا اي صندوق جوات او شيء مثل هدول البراميل جوات وهذا بيعطيكم ايتم. هلا هاي الايتم اسمها ترانزيانت كيرس. ترانزيانت يعني مؤقت او يعني قابل للذهاب او يعني إلى معنى بمعنى انه هي قصير المده او هيك شيء. فاذا اخذت انا ما بدي اشتغل مترجم يعني عرفت كيف ترجم لكم اياها بالضبط شلون بس يعني عم بشرح لكم الفكره تبعيتها. شو يعني ترانزيانت كيرس؟ يعني انه هي لعنه مؤقته بتقدر تستخدمها. كاتب لكم هاي المنطقة إذا الواحد ما قرا الأيتمز صعب كتير يفهم شو عم يصير فيها، لأنه إذا فتوا لهون رح تلاقوا شيء. هلا بتشوفوا هذا الشيء ما بتقدر تعمل له أي نوع من أنواع الدامج أنت إلا إذا كنت ملعون، وما بيشرحوا لكم اللعبة أبدا شلون هذا الموضوع، بس يعني هذا لو أنكم قارين الأيتم هون بيشرح لكم مظبوط شو هو. هاي اعضاء او ايدين، ايدين شخص كان ملعون بتخلي الشخص اللي بيستخدمه يلتعن بشكل مؤقت وبتخليه يقدر يعمل دامج للغوستس للاشباح. The only way to fight back against ghosts who are cursed beings is to become cursed yourself. عملكم يعني انه اذا انت الطريقه الوحيده انك تقاتل فيها المخلوقات الملعونه مثل الاشباح هو انك انت تلعن نفسك، انت كمان تكون نفسك ملعون. The safest method, however dreadful, is to cut off an arm of the dead. أأمن طريقة لأنك تنلعن ولو كانت هي طريقة سيئة ومقيتي هي أنك أنت تقطع إيد واحد undead. رح أكمل لقدام لهي المنطقة. هون راح يطلعوا الجوست هذول قريناها فما عاد فيها سبويلر الشغله، بس يعني اذا رحت لهي المنطقه شايفين هاي الجوست ما بتقدر تعمل اي دامج، فانا راح اطنشها حاليا. وانا بذكر انه كانت بهاي المنطقه في هاي الايتم هون انا جاي راح اموت على كل الاحوال بعد عني راح اموت على كل الاحوال بس بدي اخذ هاي الايتم. اذا بتلاحظوا اذا عملت دامج عليه ما بقدر اضربه بتمر العصاي منه، فانا جاي لهون مخصوص لحتى اموت. هذول هاي المنطقة ما لازم يكون فيها، يعني كثير بدك دامج واشياء يعني بتقدر تقتلهم طبعا يعني، بس بدها مثل هذيك المنطقة بدها صبر وبدك تستخدم ترانزيانت كيرس ويعني مشكلة. فحاليا ما وقتها، بس اللي اخذناه نحن هو هاي الايتم فاير كيبر سول. سول اوف ا لونج لوست فاير كيبر، هو روح واحدة من الفاير كيبرز اللي مفقودة من زمان. Each firekeeper is a corporeal manifestation of her bonfire. كل firekeeper هي عبارة عن تجسد للبونفاير تبعها. And a draw of the and a draw for the humanity which is offered to her. هو إيش كمان شوي من البشرية اللي هي منحتها. Her soul is gnawed by infinite humanity. And can boost the power of precious essence flask. شغلتها أنها تقوي لك الشيء اللي بتشربه هذا. فهي الشغلة كتير منيحة بداية اللعبة. إذا شربت هذا شفته بتزود لك تقريبا نص طاقتك بتصير تزود شوي ثلاث أرباع طاقتك مثلا. Can be used to gain humanity and restore HP at the cost of losing the firekeeper's soul to reinforce the essence flask. عملكم فيكم تستخدموها لحتى تزودوا طاقتكم وتاخذوا humanity وتطبب شوي. جدا غباء انك تعمل هذا الشيء لانه خلص بتروح ما بتعود تقدر تستخدمها. اذا اعطيتها لهاي بيقولكم انها تزودت الاسس فلاسك، هيك احسن بكثير. بتطلعوا تحت على اليسار مكتوب اسس فلاسك بلس 1 زائد 1. فهلا هذا الشيء اللي نحن عنا اياه، وهلا عمليا فينا نكمل بالطريق الطبيعي اللي المفروض انك تروح فيه باللعبه. باللعبه المفروض انك انت تروح من هاي الجهه. انا راح افرجيكم كم شغله، راح نرجع الدرع لايدنا وراح افرجيكم كم شغله راح احاول افرجيكم اياها. في شغله اسمها باري. اذا هو حاول يضرب ممكن تعمل هاي الشغله، اذا وقتها بشكل مظبوط بتصد له ضربته. راح اعملها مره ثانيه افرجيكم اياها. إذا وقتها بشكل مظبوط بتصد له الضربة، إذا ضربت بعدها مباشرة بتقدر تضربه ضربة دمجها كثير عالي. هاي الشغلة كثير منيحة وكثير ناس احترفتها وصارت كثير يعني مثل ما كنتم شايفين هي شغلة كثير صعبة أصلا تنعمل، أنتم يمكن ما انتبهتوا بس يعني هي شغلة كثير صعبة تنعمل، بس إذا عودت حالك بتقدر تعملها. في لها كثير فوائد، أنا ما راح كثير أعملها لأنه راح أتوقع إنه الشخص اللي مبلش اللعبة مبلشها لأول مرة بيلعبها فما عرفان بالضبط شو يعمل. أجي يا ابني. بس يا ابني
اها شايفين هذا كان رح يقتلني لاني ما قدرت اعمله مظبوط، فيعني كثير خطر انك اصلا تعملها يعني. لو كان ضاربني الضربه الثانيه كان بيقتلني. اذا رحت من ظهره مثل ما انه بيعمل كمان دامج عالي فبيمشي حاله. في واحد على اليسار هون رح يجحش هلا بالنط. المفروض يجي لهون هيكو. هذا اللي معه فأس كثير بيحب النط وضعه. اوكي. شايفين اذا شلت سلاح بالايد بالايدتين بيكون دامجي اعلى بكثير. اوكي. اوكي. طيب. فانا مثل ما قلت لكم شفتوا هلا في واحد كمان عمل رينفورس للفاير هذيك، عفوا كندل للفاير هذيك، فاخذت انا وحده اتش بي. وحده طاقه. شفتوا قبل شوي استخدمناها كانوا 9 صاروا هلا 10. فهي شغلة منيحة، أي واحد أونلاين عم يلعب وبيعمل كندل لأي فاير جنبك ممكن يصير معك هذا الشيء. نعمل بليج أخذ. هلا هون فينك تنط بس في طريقة أأمن، طبعا كمان هي مانا آمنة بس أأمن، إنك تطلع لفوق وتروح لهون وتدعبل بهاي المنطقة. إذا عملت هالشيء انا عندي خوف من المرتفعات، فاذا لقيتوني متشنج وقت اللي بمشي بهيك اماكن ف بدكم تعذروني. بس نشوف هذا البني ادم شلون مات. عم يحاول يمر، يحاول يمر، يحاول يمر، وين راح؟ هذا مستقبلنا نحن على الاغلب. على الاغلب ما راح نعرف النطه، النطه نفس الشيء. النط باللعبه هاي ما انه مصمم بشكل مزبوط برايي، او لانه هو نفس الزر تبع الدعبله. اوكي مش حال. طيب منيح، رح نقرا هلا الخاتم اللي اخذناه ونشوف شو هو. كثير ناس تجي بتحطه فورا لهذا الخاتم بدون ما يقروه، وهالشيء كثير غلط لانه lose nothing upon death but ring breaks. الخاتم هذا اذا حطيته ومتت ما بتخسر اي شيء، لا ارواح ولا اي شيء، بس بينكسر الخاتم. يعني بمعنى انك ما المفروض تحطه دائما، المفروض انك تحطه في حال كان عندك كثير ارواح وخايف ان تخسره. This mystical ring was created in a sacrificial rite of Velka, the goddess of sin. Velka هي إله الخطيئة. فاستخدم صنع هذا الخاتم بوقت واحد من طقوس Velka. الطقوس التضحية تبعت Velka. This wearer will lose nothing. ده شغله بينكسر الخاتم. طيب فما المفروض إنه نحن نلبسه هلا بهالوقت. شو كنت عم أعمل؟ أوكي طيب نطلع لفوق. كمل لفوق، في عنا هون ايتم كمان روح، في عنا هون جربوع طيب كمان روح. هذول الجرابيع احيانا بيكونوا لانهم ياكلوا هالبشر فبيطلع منهم هيومانيتي. في عندكم هون باب، هذا الباب ما بينفتح من هاي الجهة، إذا بتكبس عليه بقول لك ما بينفتح من هاي الجهة، ولو إني أنا بعمري ما فهمت دول البواب لأنه ضابي يا أخي ما فينك تمد إصبعك من هون يعني تفتحه. بس أوكي، يعني لو إنهم عاملين هذا الباب مثلا بده مفتاح لينفتح، كان منطقة أكثر. طيب، نرد نحاول نحن. طبعا الدعبة اللي هاي ما لها داعي. بدل الواحد يتعود عليها مثل ما تكون عم بلعبها سحر، فيعني نسيان انا شوي شوية امور. قلت لحالي للحظة راح اعمل باري، بعدين قلت لحالي لا انا حكيت ما راح اعمل باري كثير بلا تجحيش. طيب في عندنا هذا الباب وعندنا هذا البني ادم. تعبني ما زلت قنابل، تعبني تعرب لهم ما زلت قنابل. اي بلا ناقص طفل انا عم بقول له يجي هو لاني عرفان في واحد هون. شايفين اذا حاطط درع وضربته بهذا السلاح ممكن تشيله الدرع. المهم في عندكم طريق من هون ومن على اليسار. هذول الاماكن كثير مرضي لإلي اني انك تطحش البراميل بالدعبله. وفي عندكم ايتم هون. واضح انه نحن لازم نجي لهي الجهه، اذا حطه في هنيك لدرجه ما فينك تنزل من عليه. عفوا ما فينك تطلع عليه. تاخذ هاد. في عندكم ناس معلقين لاحظتوا هذا. هيك عند المطرقة واحد معلق، واحد تاني معلق تحتي، وما بعرف اذا بتقدر تشوفه باماكن تانية. حلاوة اللعبة كمان انه خريطتها كتير كتير مصممة بشكل مميز، ملفوفة بشكل فظيع، فجأة بتلاقي حالك انك في مكان
ما كنت متوقعه. وعيبني وعيبني. المفروض الواحد يحفظ عدد الضربات اللي بيضربوها ومدري ايش هالاشياء، بس يعني انا مثل ما تكون انا يعني عارفان وين البوم فاير الجاي، وعندي 10 استس، فما كتير فارق معي، فاتس اوكي حتى لو انضربت من هالشغله. طريق مسدود من هاي الجهه، سمعني الخطوات، في حدا بتمشي بشي مكان. اه في هون طريق، صحيح نسيان يعني في هون طريق، وهذا الطريق فيه هاي الايتم. هاي الايتم كنت انا مر من جنبه واطلع لفوق، وبمري ما لقيتها اخر مره لعبتها فيها، لقيت هذا المكان. شايفين دول الناس طابشين؟ في عندكم هون طريق مسدود، هذا الطريق المسدود كنا احنا عم نمشي فوق قبل شوي. طيب في عندكم، نروح لهون نتذكر شو كان في هون اصلا مكتوب هون imminent lying in ambush. هون في فخ، فحاط لكم انتبهوا انه هون في واحد كاتب لاحظين رسالة عادية. وات شايفين دول؟ اه يا ابني اوكي تمام، وكل هالشيء مشان تاخذ ربش زبالة. فنشوف شو مكتوب على الربش. Rubbish has no value. Rubbish has no value. Who in their right mind would bother carrying this around? Perhaps you need help. مين بعقله الصحيح بيخلي هاي بجيبته؟ اي يمكن لازم تلاقي لك seek help، يعني انك تلاقي مساعد، انك تروح تلاقي لك شي دكتور او شي طبيب نفسي. طبعا هي في لها شوية فائدة وبنشوفه بعدين. ما لقينا شي ثاني ما هيك؟ لا المفروض لا. لفينا من هون، اخذنا هدول، نزلنا لهنيك، هاي المنطقة اللي تحت ما بنقدر نروح لهلا. اوكي. مفروض انه خلصنا هاي المنطقة، بنطلع لفوق. الخريطة بدارك سولز كتير كتير محبوكة بشكل مظبوط، فبتلاقوا حالكم دائما انه انا بهذا المكان، انا هلا، ما لي خبر انه في هون شيء، ما لي خبر انه هون في طريق مدري ايش. إذا أخذت الهيومانيتي مثلا هلا بتقدر تنزل من هون. إذا نزلت من هون، في حالك انه أنا جيت من هذيك الجهة وطلعت لفوق. أنا هلا كنت هون. أنا ليش عم اسمع خطوات ناس؟ في حدا فوقي أنا؟ غريب كتير. ما بذكر أبدا إني كنت اسمع خطوات ناس هون. أكلي. مر لهون. عندك ايتم ورا الحيط كمان سول. في عندكم نطة من هون بس ما فينك تنط قد ما حاولت، يعني ممكن انك تصطف معك وتنط بس ما بتنط بشكل عام. في عندكم تنين بيجي بهي المنطقة، عادة بس يوقع بيعمل هواء بيدفعك لورا، فممكن انك تلزق فيه وتتجنب الهواء، بس يعني ما في داعي. يا ابني الواحد عم يضرب اسهم من بعيد، مشان هيك انا واقف ورا الحيط. ممكن بس يا ابني، بس يا غلام، اوكي. طيب في عنا هون بون فاير ممكن نشعلها ونقعد عليها، بس اذا شعلتها وقعدت عليها رح يعيشوا هدول كلياتهم، فيفضل اني اخلص شوي من هاي المنطقة بعدين ارجع لهم. فرح نفتح هذا الباب، وكان في ايتم هون بتذكر ذا وودن شيلد، درع خشب، نشوف شو مكتوب عليه. درع خشب الفيزيكال 93%. رح نشوف هلا اذا هو احسن من اللي عندي ولا لا. اللي عندي 85%. هذا شيء مهم انه يكون في عندك درع 93%، بس يعني نشوف شو بيعمل. Vertically elongated wooden shield decorated with a white dragon. عامل لكم درع من خشب مرسوم عليه تنين ابيض. Wood shields are lighter than metal shields but with lower physical damage reduction and reduced shield stability. عامل لكم انه الدروع الخشب اخف من دروع الحديد، بس الحمايه تبعها اقل والتوازن تبعها اقل. فهلا نحن اللي رح نعمله رح نفوت على هاد ونروح لعند الودن شيلد ونشوفه.
الفيزيكال تبعه اعلى، الماجيك اقل. حاليا ما في اي حدا بيعمل علينا ماجيك، ستابيليتي اعلى، فممكن نحط هذا الدرع. في دروع حتى لو ما كان مكتوب عليها شيء، في لها فوائد معينه ما بتشوفوها، يعني لازم تقرا شو مكتوب لحتى تعرفوا شو هي الفائده تبعتها. هلا هدول كنت دائما اقول لحالي شلون بنقتله اذا ضلوا حاطين الدرع تبعه مثل هوايش قدامهم وعمرهم ما بيشيلوهم. بعدين تكتشف انك تقدر تشوطه تروح له درعه، اذا حتى تشوطه تروح درعه تكبس لفوق اللي هو زر المشي نفسه وزر الضرب العادي، بس تكبسهم بنفس الوقت كبسه وحده ما زبطت. ايوه شايفين بيشوط، فبدك توقيتها بشكل توقيتها بشكل مظبوط. اوكي ايوه شايفين، فهي ما انا شيء كثير سهل انه نعمل، بس يعني اذا وقتها بشكل مظبوط، وعاده اذا ما كنت مركز بالموضوع لحاله بتصير معك يعني لا اراديا، احيانا لما تركز بتصير شغله. فاذا عملتها بتقدر تدفش له الدرع، اذا ما عملتها فينك تدفشه اصلا الزلمه. في واحد هون متخبي مثل هالشيء تعبني. اوكي عندكم هون واحد طبعا بدارك سولز ما كل بني ادم. نسينا نحكي مع الكليرك اللي بالمنطقه هذيك، راح برجع احكي. المهم في عندكم هذا، ما حيلا حدا بنشوفه بنقتله. You seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Okay, هذا بياع. أول شيء بتلاحظوا إنه هو عم يمسح على شيء مثل كأنه عايش على أساس. بس ما في شيء. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below, and up above. There's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. اوكي عملكم انه هاي المنطقه صايره كثير مقززه ومقرفه، في عندكم او شريره او هيك شيء تريتشرس يعني لها كثير معاني. المهم انه بعملكم انه في جود ديمون يعني شيطان معزي قاعد بالمناطق اللي تحت، وفي عندكم تورس ديمون اللي هو شيطان تور قاعد بالمناطق اللي فوق. هذا البسيط منه يعني بيعطيكم شويه معلومات عن المكان. ومن هون لحد يحكينا بزنس، نحكي بالشو بزنس او ما بنحكي به. اخذنا درايد فينجر، شو دون اللي بيوز كذا. Right finger, multiple knuckles, used to strengthen connection to other walls, allowing the summoning of a third phantom, but also second dark spirit. هاد شغلة بتستخدمها أصابع ناشفة، إذا استخدمتها بتخلي علاقتك الكونكشن تبعك بينك وبين عوالم تانية أقوى. بمعنى إذا أنت بدك تلعبها مع ثلاث أشخاص فينك تجيب اثنين يلعبوا معك بنفس اللعبة، بس إذا عملت هذا الشيء لأنك قويت علاقتك بالعوالم التانية فممكن ينعمل لك انفيد من شخصين. Also make summoning of dark spirits occur earlier with this connection. With use this caution. ممكن إنه هذا الشيء ممكن يخلي حتى إنه أي حدا يجي لعندكم يحتل يعمل invade. أنا شو اسمه يحتل العالم تبعكم أبكر، يعني بيخليكم عرضة للاحتلال أكثر. في عندكم كتير أشياء هون. هاي repair powder للسلاح، إذا أنت عم تمشي وسلاحك راح ينكسر فين تستخدم repair powder. سكاكين تنزت. Repair powder is on personal battlefield. It's obviously box. ما كتير حاكينكن ما كتير حاكينكن عن القصة، فأنا شوي ممكن نمرق شوية أشياء بشرح لكم شو بتعمل مثلاً سلاح، بس ممكن نمرق شوية الأشياء اللي ما بتحكي القصة لأنه إحنا همنا نقرأ الأيتيمز اللي فيها القصة. هدول بتزود سكاكين فيها. Means of range attacks. منيحة انك تخلي معك مجموعة منها مشان تقتل فيهم بعيد اذا ما انك عم تقدر تقرب من حدا. نفس الشيء القنابل. لويتاز من قريناها. في عندكم هاي الايتم اورنج جايدنس سوبستون، هي عبارة عن صابونة برتقانية بتقدر ترسم فيها على الارض، عمليا بتقدر تكتب هدول الرسائل المكتوبين على الارض تحتك. انا هاي دائما بشتريها، ليش لا؟ بتقدر تكتب اي مكان تخوت على حدا اذا بدك او تساعد حدا. Messages transmitted to other worlds مدري شو كذا. And Lord Rune, the flow of time is distorted. هون عم يشرحوا لكم هذا الموضوع. بعالم Lord Rune التدفق الزمن مشوه،
الرسائل and messages allow and assist or deceive one another. ممكن تخلي انك انت تتعامل مع العالم الثاني، ممكن تساعد حدا ثاني ميت بالعالم الثاني او انك تخدعه. فهاي راح نشتريها حق 100، ما انا غالي فبناخذها. مفاتيح، فينك تاخذ الريزدنت كي. الريزدنت كي بيخليك تفتح البيوت ب اندرتبرج، منطقة اندرتبرج. But this standard key in this part will and will only will open several residences. بيفتح لكم عدة بيوت ب بمنطقة اندرتبرج. فهذا راح نشتري. مثلا عندكم البوتمليس بوكس، هو صندوق بتحطه انت بسفل بتستخدمه بالبوم فاير. عمليا هو ما في له قعر، يعني عمليا بتحط فيه اللي بدك اياه. هذا عمليا صندوق الخزنه، تقدر تحط فيه كل الاسلحه اللي انت ما بدك اياها او الى ذكريات حلوه عندك وتخليها، او شيء بدك تستخدمه بعدين بتخليه، او شيء استخدمته وخلصت منه بتخليه. فانا ما راح اشتريه هالمره، بس يعني موجود اذا بدكم تشتروه. انا بقول لك بدي بوزن ذا بوكس. الريبير بوكس هو بيخليك تقدر تصلح اسلحتك وانت بالبيز بالبوم فاير، فهذا ضروري كثير نشتري. فانا راح اشتري ريزدنت كي ولو انه مهلا راح استخدمه، بس يعني احسن ما ننسى. في عندكم هون كثير اسلحه ممكن تشتروها، في عندكم دروع واشياء ممكن تجيبوها، في كثير اشياء مفيده. ففي اشياء راح ناخذها وفي اشياء لا. حاليا ما معنا مصاري فراح نطنش. عندكم اسهم وعندكم دروع. الدرع هو هذا نوع واحد بس، تشين اللي هو تشين لينك، اللي هو الدرع بيكون عن عباره عن حلقات حديد مربوطه ببعضها. فعمليا عاده بيكون هو خفيف بالوزن بس حمايته عالي. بس اذا بتشوف هون وزنه 6، يعني ما له شيء كثير، احسن من المؤخره المدندله قدامنا. Thank you kindly. اوكي نجي لهون. هون كان في فخ قدامنا، وما فخ فخ يعني، هو كذا واحد. فيكم تصدوا الضربة إذا بدكم، بدل ما توقعتوا بدو ضربتين فيكم تصدوا الضربة إذا ما كن قدرانين تتجنبوا الضربات مثل حضرتي هلا مثلا. فكان فيني صدها إذا بديت ضربني كمان. مثل ما قلت لكم هاي الموت ما كثير مهم، لانه على كل الاحوال راح ارجع للبوم فاير. البوم فاير بلزقنا هون فما كثير فارق معي. هون في عندكم درج، الدرج بياخذنا بتذكر لمنطقه فيها قوس و وشو كمان. في عندي هون نطه. اوكي، هاي النطه اللي قلت لكم ما راح تقدروا تنطوها اذا كنتوا انتوا تحت، فبتنطوها من هاي الجهه. في عندي اشياء كانت، نحط الثرونج نايف اذا بدنا. ايش كنت اعمله انا؟ شو هو؟ بدي اشوف الايتمز ايش قد معي سولز من هدول استخدام. مقبول مقبول، ممكن نجيب لي شي شغله فيها اذا حبيت نعمل هداك، بس هذاك يعني ايمت ما بدنا نرجع له، فهلا حاليا ما مهم. نطلع هون. في عندكم تذكر هون ننزل لتحت الطريق العادي اللي بترجع فيه لمكان ما كنت انت. في عندك هاي الايتم هون تذكر تاخذ كروس بو. الكروس بو هو قوس بس كثير كثير سيء التعامل فيه، كثير كثير صعب انك تلعب بالكروس بو. مانو مصمم، يعني اللعبه مانو مصمم الى هذا الشيء اصلا يعني. فهي عمليه بتشيله بايدك اليسار بدل الدرع، وقت بدك تكبس الزر اليسار بتقوم بدل ما تصد بتقوس فيه، فبس بتقوس فيه بدون تصويب. عمليا بدك تصوب عليه مثل ما حكينا بالماركر. القوس لا، بيكون تحطه بايدك اليسار بس تقدر تصوب فيه من بعيد. راح نطلع لفوق، المفروض هيك بنكون خلصنا كل المنطقه اليمين. نرجع نحكي الكليرك، نرد نرجع لهي المنطقه. راح فرجيكم الكليرك وما راح اقعد عند البوم فاير لسه، لانه يعني ما بدي ارد ارجع اقاتل كل هاي العالم مره ثانيه. فراح اروح احكي الكليرك لانه نسينا نحكيه، ولو انه في لنا رجعه نحن لحقه. هذا منين جاي؟ منين جيت انت يا ابني؟ هلا هذا صوت الخطوات اللي كنا عم نسمعه صار لنا ساعه. كم لحقنا يعني من تحت؟ وين جاي؟ ارنو قريب. طيب بنروح على اليسار، بنروح لعند الكليريك حكي ناخذ فكرة بس. دول عاشوا، انا نسيت، اسف يا ابني اسف. احيانا الضربة بتمر من الحيط، فيعني
ممكن اجيب جحش اليوم بهالشكل هذا. تعال هون انت يا عربو، فوت فوت يا ابني تفضل، ما تخجل بيت بيتك. لا اوكي استنى، في واحد وراي. يلا نسكر، عم ناخذ شوية سولز واشياء. بس بلية ما ينط النطان، بلية يضرب ضرب عادي. اول هاي الحركة اذا عملها بتموت فورا، لانه بيعمل لك ستان ما بتقدر تعمل لا دوج ولا اي شيء، بس بصير بضربك. فرح نمر من هون ونروح لعند الكليرك نحكي. كان صاير يا ابني. Hello there. I believe we are not acquainted. Do you believe Thoroland? Have you business with us? No. If not, I'd prefer to keep a distance if possible. Okay. Hello there. I realize that I have requested that we retain. انه حضرته هو ما بده يحكيني. I also want you to know that it is not meant in ill will. بس هو ما قصده فيها شيء سيء يعني، بس يعني ما له خلق انه يحكيني. No, go ahead. It's for you. هم بيعطينا بقشيش حضرته. عملة نحاس. فلس. Oh my. You again. Oh. Yes indeed. I know. I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? اوكي، عم يقول لنا انه انا هو عم يستنى رفقاته لحتى يجوا، فاذا بدك بيعطيك ميراكلز، معجزات. بيعلمك ميراكلز، وما بلاش. Then first. بيقول لك انه تدخل ب كوفيننت مع الالهه، يعني انك انت تكون على صف الالهه. هذول الكوفيننتس هو شيء مثل مجموعات، انت بتنضم لاي مجموعه بدك اياها. بتلاقي باللوبي في كثير كوفيننتس، وراح افرجيكم اياهم كلياتهم بما انه اللوبي 100%. فهلا حاليا اتس اوكي، ليش لا؟ كوفيننت استابلشت. Now let me share my miracle. Only their ultimate effectiveness will be determined by your. اوكي، عم اقول لكم انه حاليا بيعلمني الميركلز، بس اول شيء الميركلز بتعتمد كثير على جهدي وعلى الفيث، الايمان. فعمليا اظن اياها تزود الفيث، بس هي المقصود فيها بعالم هاي انك تكون انت تؤمن كثير بالالهه. فاذا كبست انت من هون ليرن جستشر بيعلمك الحركه تبعته اللي اسمها شرق. هلا فرجيكم شو هي اصلا. اذا حكيته a lady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. عم ينتظر سيدته وهو واحد من جنوده. An undead mission? وعندها هي مهمة من الأموات. I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. عم يقول لكم انه هو ما بيقدر يعني يحكي لكم شو هي المهمه تبعيتها، بس يعني انت الطالب تبعه، فاذا اعطيته وفرجيته شوي ايمانك، يعني عمليا تعطيه 1100 روح يعني ترشي، بيحكي لك شو هو. فحاليا انا ما معي 1200 روح، راح اشوف بقدر افتحها. لا، فراح اقول له نو، صعب هو يحكي لي الصراحه. فراح اطلع وراح اشوف اذا هذول استخدمتهم بصير معي 1200 روح. اوكي، شرف خيو. I will teach you miracle. I'm afraid that may be difficult. What? I'm afraid that may be difficult. ما فيني احكيك مرة ثانية واخذها؟ طيب طول بالك شوي. في عنا بناخذ منه اشياء هون، جريت هيل اكسبرت، انك انت بتقدر تستخدم ال تقدر تطبق. فايل اكون جريت هيل بروز from only several verses of the great heal. As a result can only be cast a stark few times. عم بقول انه هاي شغلة ممكن يستخدمها الواحد لحتى يزود طاقته، بس هي بتاخد بعض المصطلحات من التطبيب العادي، فمشان هيك بتقدر تستخدمها لعدد اقل. شايفين كاتب بكون اليوزز هو واحد. الهومورد بون، هومورد هي نفس الهومورد بون. هومورد بون هي عظمة، العظمة هي مربوطة بالنار، هي جزء من روح الانسان، فاذا استخدمها بيرجع لمكان اللي النار فيه. راح اقرا لكم اياها بعد شوي، بس هلا هون كاتب لكم ان هي تستخدم لنفس المبدا، would normally link to one's homeland، فينك انت تربطها لوطنك لبلدك
بتستخدمها بترجع ليها، بس بسبب لعنة الأنديد تشوهت وصارت تاخذك لعند اقرب بون فاير انت موجود جنبك يعني. بس قايل لك بس يمكن لانه للانديد البون فاير هي الهوم تبعه، فورس هي انك تستخدم قوة وتدفش فيها الناس عنك، اي حد بيكون قريب منك بينقف بعيد. فاذا انت كنت واقف على الجسر كثير بيتخوتوا فيها، اذا كنت عم تقاتل واحد بيطلع لك بيعمل لك انفيد، تكون واقف تلاقي بيوقف خلقتك بيعمل هاي الشغله بيسكتك من على الجسر او من على اي مكان مرتفع، وكثير مزعجه بالبي في بي. سيك جايدنس، سيك جايدنس انك اوكي جدا بايخه يعني، انا ما بعرف اصلا يعني. هي عم لك انك عمليا كل ما بتستخدمها بيطلع لك من هدول الكلمات اللي على الارض بتدلك على اشياء، بس عاده بتدلك على شيء معين مكتوب من قبل المطور تبع اللعبه. فاذا الشيء ما كان انت مانك عارفان شو بدك تعمل فيه بيحط لك اياها مكتوبه على الارض، بس كثير كثير سخيفه واغلب الاحيان ما بستفيد منها اي شيء. اللي هي التطبيب العادي كاستر ليرنز تيل اوف ذا جودز، بتتعلم فيها قصه من قصص الالهه وبتقدر تصلي لهدول الالهه، فهذا الشيء بيخلي لك بيخليك تطبب انت بطببك. هدول التاليزمنز اللي نحن شفناه هون، اول وحده اللي هي هاي التالزمان العاديه، هاي ثورلوند تالزمان ميديوم فور كاستنج ميركلز اوف جادز، تالزمانز اونلي جرانتد تو هاي رانكينج ثورلوند كليركس، هدول للقساوسه الدرج الاعلى. هاز هاي ميركلز ادجستمنت which thanks to the divine protection is not dependent upon faith. عمليا بتخليك انك تزود لك السكيلينج تبع الفيث تبعك اكثر من الاولانيه، وبتلاحظوا الدمج تبعها اعلى. يلي راح اعمله هلا اني راح احاول اني اطلع ورد ارجع فوت شوف بيرجع بخليني حكي، اذا لا راح اقول لكم شو بيحكي هو بالعاده. ما بدو ابني. طيب تصطفل حل عني. يلي بقول لك اياه هو انه شو اسمه الليدي تبعته، هاي المره اللي هو جاي مستناها عم تنتظر، هي جاي بمهمه من للانديد احياء الاموات هذول، والمهمه هاي انه لك شايف في ناس ميتين هون، نشوف هذا شو مات ايش ما بس. ورجيني حدا تاني؟ لا؟ المهم هاي اللي عم لك عليها هي انك دقيقة وينو؟ شايفين شيء؟ بس انا ما شايف حدا. طب خليها تخلص. المهم المهمة هاي ان هي بدها تنزل لمنطقة تحت بالاعماق، بدها تجيب شيء كثير مهم كثير ضروري. طبعا هن ما بقول لك شو هي المهم، الشيء المهم هذا. فنحن بس نقدمنا شوي بالقصة، بس ندخلنا شوي للاعماق هذيك بنشوف نحن بالضبط شو هي هاي الشغلة. هذا عاش. طيب انا ما قعدت عند البوم فاير هذا من ايمتى عاش؟ لحظة شوي، اصلا شلون هدول عاشوا؟ شلون هدول اللي تحت عاشوا؟ ما انا ما قعدت عند البوم فاير ولا قعدت انا؟ انا ما بذكر اني قعدت عند البوم فاير اللي فوق. شلون عاشوا كلهم؟ شو الازعاج؟ تمام. طيب اتس اوكي، ما نعرف شغلي، بس ما بعرف شلون عاشوا، ما اقول لهم طلعنا وفتنا، بس عادة اذا طلعت وفتت ما بصير هيك شيء. بالي ارجي من وراك. لكن احيانا بتمر من الحيط الضربة، ف يعني فينك تستغل هذا الشيء. شايفين اذا حاطط الدرع بدك ضربتين لحتى تقتله، اذا شلت الدرع ضربة واحدة. بس يعني بما اني حاليا عم برجع عيد المنطقة فشوي يعني. ضربت بالحيط. في سهم جاي. سمعت صوت السهم من بعيد فتوقعت انه جاي من ورايا. سيف صغير؟ ليش لا؟ بعيد. روعة. احيا
بس يا ابني اوه طيب طلع منك شيء؟ لا طيب وصلنا لهي البونفاير. هاي البونفاير مثل العادي. هلا شوف اذا عدت عليا اوت زادت عليها. شايفين ال الاستس لساتهم 8. ليش؟ لانه مثل ما حكينا نحن لازم الواحد يروح عند هون ياخذ هيومانيتي يستخدم تنتين هالمره تنتين. ليش؟ لانه اول وحده بدنا نستخدمها لنصير معنا هولو نرجع انسان نقول له ريفرس هولوي. والمره الثانيه هي لنعمل لك كندل. طبعا دي ما بالضروره انك تعمل لك كندل اذا حاسس انك بتقدر تكمل بخمسه شو اسمه بونفاير بخمسه استس ليش لا كمل. فهاي سترينث بنزودها نقطه مشان ناخذ ال نقدر نشيل الرمح نجربه. يا بجوز ضل في بجوز لا على الاغلب لا يعني بس يعني ما بعرف حاليا شو السلاح اللي بدي ما فكرت لقدام شو السلاح اللي بدي استخدمه ضمن اللعبه بس يعني هذا حاليا اللي خاطر لي. راح نزود الدكستيرتي كمان لانه هو الاساسي اللي بده يعمل لي دامج. عاده بتزود دكستيرتي لل 45 50 تقريبا بهالحدود هاي. فراح نشيل هذا السلاح ونجرب. اوكي شايفين اصلا الدامج اللي انا بعمله بهاد 87 هاد اقل هاد 86 بس ليش؟ لانه هذا مدى اطول ممكن يعني ممكن انك تصيب فيه وانت حاطط الدرع قدامك ممكن كذا ففي له شويه فوائد حاليا ممكن نحن نشيله بس يعني الواحد ياخذ فكره. في عندي شيء سلاح ثاني ممكن نستخدمه. كان في سكينه اللي اخذناها ما هيك هذا شورت سورد. شو هو؟ This small straight sword is a widely used to an extent much long sword an accessible sword which inflicts consistent regular damage and high thrust damage making it applicable to a variety of situations. كثير ناس استخدم هذا السلاح هذا السيف القصير له دامج منيح مقبول وبيوصل لمسافه قريبه وبيعمل دامج شو اسمه بيعمل دامج متوسط بس بضرب بسرعه. فمثلا رح افرجيكم اياه حاليا بقدر استخدمه انا اذا بدي. شايفين بيضرب بسرعه على عكس هذا والدامج تبعه بيقدر يعمل ثرست يعني عمليا اذا انت واقف بكوريدور عم تضرب السيف تبعك بالحيط مثلا ليك اذا وقفت هيك بيضرب سيفك بالحيط. فإذا واحد قدامك هذا الشيء ما منيح، إذا أنت واقف كوريدور ضيق ما منيح، فإذا فينك تضرب هيك إذا بدك بالآر تي بدل الآر بي. هاي أول شغلة، ثاني شغلة أغلب الأسلحة في إلها حركات. هاي النطة والضربة هي فوق وآر تي بنفس الوقت. بنط وبيضرب. فمثلا هذا واحد من الأسلحة اللي في عندها هاي الحركة. عندك إذا رقدت وضربت بيضرب عرض بالعرض، وإذا رقدت وضربت بالسلاح الثاني بالزر الثاني عفوا ما بيعمل شيء ثاني مميز. ففي اسلحه بتعمل اشياء مختلفه. حاليا فينا نستخدم هذا وفينا نستخدم الوينج سبير. فنشوف انه نظريا بيعمل دامج اكثر. الوينج سبير عملي بشكل نظري بيعمل دامج اكثر. ليش؟ ما بكل الحالات بس لانه هذا السكيلينج تبعه سي بالسترينث هذا بالدكستريتي عفوا هذا سي بالدكستريتي اثنيناتهم سي معناته هذا البيز دامج تبعه كان اعلى بشوي. طيب راح اجرب هذا. انا ما كثير اللي مرق بهاي الاسلحه بالعادي. اذا ما لقيته نمطي ممكن نرجع للسورد العادي لبين ما نلاقي لنا سلاح مثل الخلق. نجرب كل الضربات تبعته مشان الواحد ياخذ فكره بس شو ال لاحظين كل ضرباته هي ثراست كلياتها لقدام ما في اي شغله بالعرض. فاذا انت عم تقاتل مجموعه هذا السلاح ما كثير منيح وما فينك تنط وتضرب. لا فينا اوكي بس ما كان عم يعمل اوكي. طيب نجرب نقتل لنا شيء واحد بسرعة. دامجه مانو كافي لحتى يقتل بضربة واحدة. شايفين حتى ما قدرت اضرب الثاني معي. ما قدرت اضرب الاثنين بنفس الوقت. I don't know ما كثير مبسوط عليه بس بنجرب بنجرب. راح شوف فيني اعمل ليفل اب شو بدي 1200 هلا صار شايفين صار بدك 1200 حتى تعمل ليفل اب. فلنشوف هذا الروح اللي معي شو بتعطيني. اوكي كان عندي سول لارج سول شو بتعطي يمكن 200 400 1200. طيب راح يكون طريقنا من هناك الاتجاه. ما نزلنا اي شايفين شلون كل ما قتلت هذول بيرجعوا بيعيشوا والوقعه اي وقعه بتقتلكم.
وات ضربتين ما قتلته. اوكي طلعنا لنا شيء وطلعنا في حد عمل لنا انفيد. اقعد هذا هاكر يعني من حظنا انه هاكر. اول شيء شايفين الثياب اللي لابسها هذا هذا شيء مختلف كثير. هذا بيكون كثير هاي ليفل بقوم بياخذ هذا شكل بيصير شكله هو تنين بينفخ نار وهيك اشياء. ثاني شيء اذا لاحظوا ما مستخدم سلاح شايل بايده وعم يتخوت. ثالث شيء اذا ضربته ما بتعمل عليه دامج. ف للاسف هاي الكوميونتي هذا الاونلاين جيم بلاي فيها هو بهالشكل هذا. شيء تعيس منيح اللي كنا صرنا بأولت المنطقة يعني ما كتير فارق الموضوع. بس إذا كنت أنت مقدم فينكم تخيلوا شو ده شغلة بشعة إنك تكون أنت مقدم كتير بالقتال ومقرب للوحش وبعدين يجيك واحد يقتلك بالبياخة هاي. فمشان هيك يعني أنت يفضل ببداية حاجة طبيعية يعني. يفضل ببداية اللعبة إذا أنت تلعب الأول مرة إنك ما تلعب بنوب وأنت هيومن. يفضل إنك أنت تلعب بس وأنت هولو. خليك دائما هولو. راح افرجيكم بعض الاماكن اللي لازم او يفضل انك بس يفضل انك تكون فيها شو اسمه هيومن. لانه بيكون في ام بي سي معين ممكن يدخل. ام بي سي يعني نون بلاير كاركتر يعني بمعنى كمبيوتر. شخصيه كمبيوتر تفوت بتعمل لك انفيد مثل ما هذا فات وعمل انفيد. هاي مثال عنه بس بيكون كمبيوتر وهذا الكمبيوتر بيقدر يعني هو بيكون شخص مثل ما قلت لكم يعني شخصيه معينه باللعبه. اذا قتلته بتاخذ له سلاحه وبتقدر تفهم قصته بتقرا السلاح تبعه وتقرا الدرع تبعه وكذا. ففي ام بي سيز معينين لازم نحن نشوفهم مشان نعرف اللعبه شلون بتمشي. بس ما بيقدروا يعملوا لك انفيد الا اذا كانوا هيومن. هون في عندك درج ما بتقدر تطلع عليه. انتبهوا انه في هون في هذا السلم. هذا السلم كثير ناس ما بتنتبه له بدايه اللعبه. راح نفرجيكم اياه بعدين. هلا حاليا راح اعمل ليفل اب لانه صار معي وراح ارجع ازود الدكستريتي وراح انهي حاليا هون. انا ممكن انه اذا عجبكم قولوا لي. اذا حبيتوا الفيديوهات راح اكمل انا كل احوال بالتسجيل. بس اذا عجبكم الفيديوهات خبروني. واذا في شيء بدكم تظبطوه قولوا لي. واذا كان الصوت ظابط تمام. اذا لا اعملوا فولو لايك سبسكرايب وهالاشياء كلياتها مثل العاده. بتعرفوا هالاشياء بتساعد كثير القناه لحتى تنتشر. حاليا القناه صارت صغيره فاي شيء منكم ممكن يساعد. بتمنى الفيديوهات تعجبكم. واذا في شيء بدكم نصلحه او نحسن فيه او نتعمق فيه اكثر خبروني. سلام.